أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان مع حلقة جديدة من برنامجكم الثقافي الينابيع. في كل حلقات العام الماضي كنا نتحدث حول أزمة الكتاب، وخاصة في الحلقات التي استضافت الناشرين والكتاب من القصاصين ومن الروائيين. ترى هل انتهى موضوع أزمة الكتاب في هذا العام؟ وهل انتهى في عالمنا العربي؟ وهل بدأ الكتاب يستعيد أجنحة حريته؟ ما رأيكم أن يدور حوارنا اليوم مع الأستاذ فاروق خورشد حول هذا الموضوع؟ أهلا وسهلا أهلا فيك بيك يا أستاذ فندم، فاروق. أهلا بيك. حضرتك رئيس اتحاد كتاب مصر ورئيس تحرير مجلة عالم الكتاب ومقرر لجنة الفنون الشعبية في المجلس الأعلى للثقافة. طبعا تسمح لي أخذ من وقت حضرتك دقائق أعرف المشاهدين فيها على أهلا وسهلا سيرتك بيك، أهلا الذاتية. بيك. طبعا الأستاذ فاروق خورشد مثل ما ذكرنا هو رئيس اتحاد كتاب مصر وأيضا أستاذ الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية وفي أكاديمية الفنون وعضو المجلس الأعلى للثقافة. له العديد من الكتب القصصية وله العديد من الروايات. نذكر من المجموعات القصصية مجموعة الكل باطل وصدرت عام 60، مجموعة القرصان والتنين، مجموعة المثلث الدامي، وآخر هذه الإصدارات كان مجموعة كل الأنهار. ومن الروايات سيف بن ذي يزن، مغامرات سيف بن ذي يزن، وهو كتاب آخر يحمل نفس العنوان تقريبا، وعلي الزيبق. وطبعا هذه الروايات التي ذكرتها كلها من التراث الشعبي، الشعب يعني. وحضرتك مختص بهذا الأمر ومن المهتمين بالتراث أهلا بك الشعبي. بتحب نبدأ بالحديث عن كما التراث؟ تشاءين. طيب، بما أن حضرتك من المهتمين بالتراث، طبعا قضية أحياء التراث أخذت تحيز كبير من اهتمام المثقفين وخاصة المهتمين بالمسرح والمهتمين بالدراما وأيضا المهتمين بإعادة نقد العقل العربي والنبش عن هذا التراث. هل تعتقد بأنهم يقومون بإحياء التراث بطريقة صحيحة؟ يعني احنا بنختلف معنى احياء التراث. نعم، احياء التراث في الادب الرسمي، نعم، الادب المكتوب، العلوم، النقد الادبي، التاريخ، الفقه، اللغه، الادب، الشعر، كل ده تراث نعم، يعاد ابرازه ويعاد تقديمه ثم يعاد احياؤه. اما النص الشعبي فاحنا نحاول نتعرف عليه، نعم، ونعرف ايه اصله وليه كتب وعما عبر وعمن عبر وفي أي زمن كان هذا التعبير وفي أي بيئة عربية كان مقصود بهذا التعبير أن يحكي عن همومها ومشاكلها وأملها وأحلامها. فالتعرف على التراث الشعبي هو تعرف على الهوية العربية. التراث الشعبي العربي بيعكس الهوية العربية الإسلامية في طول فترة الحضارة الإسلامية كاملة وصراعها العنيف ضد مخاطر خارجية. يعني في الجنوب كان الأحباش، في الشرق كان الفرس، في الشمال كانوا الروم، باستمرار في أطماع بتتغير مع ممر التاريخ، يقولنا بعد الروم يقولنا الصليبيين. في كل هذه المراحل كان الشعب العربي يواجه هموم كثيرة جدا ويواجه قضايا داخلية وخارجية. من أهم القضايا الداخلية اللي كانت بتواجهه هي وحدته، من هو، خصوصا انه قام اساسا على الدخول في الدين، فدخل الدين من العرب ومن ابناء الشام ابناء الساحل، نعم، ومن ابناء مصر ابناء العراق ومن ابناء الدول الاخرى المحيطه بها، نعم، وصلنا الى اندونيسيا والى الهند. كل هذه الشعوب داخله بثقافتها وبرؤيتها وبحضارتها وبتندمج داخل المجتمع الاسلامي نفسه لتكون رؤيه جديده متجدده باستمرار للمعنى الإنساني اللي بتمثله هذه الحضارة الإسلامية في العالم كله. البحث هنا بقى عن أين وقف الكاتب الشعبي وماذا أراد أن يقول في مرحلة معينة. ما هي الهموم التي واجهت الشعب وهو في مواجهة الصليبيين أو في مواجهة البيزنطيين أو في مواجهة الفرس، وإيه كان التركيبة الداخلية اللي كان بيواجه بها الغزو الخارجي، إلى جوار أن هذا الشعب حكمته ظروف متغيرة كثيرة. طبعا الدعوة القبلية، الدعوة العرقية، الدعوة الطائفية، الدعوة الدينية، كل دعوة كانت بتفعل فعلها داخل تكوين المجتمع. كان عندنا دولة عباسية ودولة فاطمية، عندنا الشيعة موجودين في كل مكان بمذاهب مختلفة، عندنا السنة موجودة بتركيز في مناطق كثيرة، عندنا الخوارج وما خرج عن الخوارج من مجموعات، عندنا زخم خطير جدا من الحركة الفكرية
والحركة العقائدية داخل هذه المنطقة، لأن الإسلام أحياها نعم وإداها الحركة وإداها الحق في أنها تتفاعل وتتصارع من أجل الوصول إلى المعنى الأسمى والأرقى. الأدب الشعبي هو الوحيد اللي عبر عن كل هذا، عبر عن الإنسان العادي في همومه، في مواجهة همومه الخارجية، وفي همومه في مواجهة الهموم الداخلية التي كان أولها عزف السلطان باستمرار داخل هذا الإطار. كان في حكم شمولي متجدد، هذا الحكم الشمولي كان بيفرض وجوده، وكان حكم غريب في بدايته، يعني يجوا مثلا يحكموا فترة فترات الأيوبيين هم أكراد، يحكموا بعد كده العثمانيين وهم أتراك، يحكموا بعد كده المماليك وهم جايين من إما من نهر الفولجا وإما من بلاد الألبان. يعني إذن في حكام أجانب كثيرين دخلوا وحكموا وثبتوا وجودهم تحت راية الإسلام، طبعا تحت دين راية الإسلام، الإسلام والدفاع عن الإسلام، لكن انتمائهم العرقي فين؟ انتمائهم الوطني فين؟ الحقيقة ده الدور اللي كانت بتحاول الآداب الشعبية أنها تكشفها، كيف يمكن مزج هؤلاء الناس ليكونوا قوما واحدا رغم كل الاختلافات دي، يكونوا هم القوى الضاغطة على العدو الخارجي والضاغطة على الفساد الداخلي لإصلاح الأشياء. شوف العبء كان قد إيه على يعني الأدب الشعبي. تعتقد حضرتك أنه الدولة القومية عندما تنشأ تحت راية الدين تكون أبقى وأكثر تماسكا من القوميات المختلفة؟ يعني الدين هنا في وخصوصا بالنسبة للإسلام بالذات، الدين كان مش مجرد شعار، ولا كان مجرد عقائد، ولا كان مجرد شعائر، رسالة ده كان فلسفة قامت عليها حضارة. العقائد جزء منها، الشعائر جزء منها، الفلسفة جزء منها، لكن آخر أمر كانت حضارة. حضارة بتاخد الكل وبتحمل الإنسان معنى الحرية، معنى الأخوة، معنى العدالة، معنى المساواة، المعاني الإنسانية الكبيرة اللي البشرية طبعا فيها من أيام المعبد، من أيام الوثنيات الأولى خالص. جاء الإسلام بلورها وأكمل رسالة المسيحية واليهودية قبله، واستطاع أن يبلور المعنى الإنساني الكبير ده. المعنى ده لما ينتقل إلى الناس بيبقى معنى حضاري مش معنى ديني. مش مجرد دين إنما هي حضارة. دي الرسالة بقى. طيب ممكن نعرف كيف يمكن أن نوظف هذا التراث في رسم ملامح الثقافة العربية بشكل كامل في هذه المرحلة التي نحتاج فيها فعلا إلى كل مقومات هذه الثقافة لندخل فيها إلى عصر جديد؟ أنت أحسنتي تماما، لأن هي الحقيقة أن احنا بنرسم الثقافة الإسلامية في المرحلة دي أو العربية، مش بس الفكر ولا بس التاريخ، لأن دي عبارة عن أعمال شعبية قامت على تجميع مجموعة من الخبرات الشعبية. صحيح. هنعرف الناس كيف بتاكل ازاي، تلبس ايه، بتشرب ايه، بتتعامل مع بعضها في مرحلة ومراحل ازاي، مكونة من اي طبقات، هذه الطبقات كيف بتتعامل مع بعضها، ايه ايه الخلق السائد في المجتمع، هذا المجتمع او ذاك، هل هو في خلق التساند والتحاب ولا غيره، كيف كانوا يتجمعون جميعا الكل من اجل الواحد، كيف كان الواحد يضحي تماما الواحد من اجل الكل. كل المعاني دي هتبرزها الاعمال الشعبية دي، مش بس الحدث، إنما الحدث والناس الذين عاشوا الحدث وأثروا فيه وتأثروا به. طب سؤال، لماذا تمنع أحيانا بعض كتب التراث من التداول؟ هو سوء فهم، عدم فهم تماما، لأن هو التراث أصلا كتب الأدب الشعبي في عمومها هي كتب اعتراض. يعني الأديب الرسمي في العصر العباسي مثلا أو في العصر الفاطمي أو في العصر المملوكي لم يعبر عن الناس، وإنما عبر عن الحكام والسلاطين وعن أصحاب النفوذ والمال. وعشان كده كان الشعر كله مدح وهجاء وفخر ورساء إلى آخره، أغراض كلها نفعية. أين الإنسان؟ الإنسان جاء الأديب الشعبي عشان يعبر عنه، بيعبر عن إيه؟ ما أغفله الكاتب الرسمي. أغفل إيه الكاتب الرسمي؟ موقف الرفض، الرغبة في التغيير، إحساس بالظلم، الرغبة في العدل والحرية والإخاء. اللي هلأ منقول نحن المعارضة والثورية، لا هي مش معارضة بالمعنى المفهوم، هو ما كانش معارض، هو كان بيتشبث بحقه في الحياة فقط. إنما هو يمكن كان مع النظام، لأنه هو نظام إسلامي هو مسلم، فما فيش المعنى ده، المعنى الديمقراطي الواضح ده مش موجود، هو مع النظام مش ضده، هو بيفديه بروحه، لكن بينشد العدالة وينشد نوع من عدم التفرقة الشديدة جدا بين طبقات المجتمع والخدمات المقدمة لطبقات الناس الأخرى. ممكن نعود للحديث عن التراث، لكن ما رأيك نركب آلة الزمن ونأتي إلى العصر الحالي ونتحدث عن الحرب الديمقراطية، هو هيك مصطلح أنا اخترعته، بين الكتاب الذين يتحدثون باسم السلطة،
مثل ما حضرتك ذكرت انه بالتراث كان في بعض الكتاب بيحكوا باسم السلطان او باسم الخليفه، في بعض الكتاب بيكتبوا باسم السلطه ونحن بنسميهم مثقفين السلطه، وبعض الكتاب اللي طبعا بيكونوا ملتزمين بقضيه واخذين خط سيرهم المعارض ممكن نقول. طيب هذه الحركه كيف يمكن ان يستفاد هذا منها؟ سنه الحياه أن يكون هناك من يعارض، من يحلم بالمستقبل أحسن، ومن يتشبث بالواقع لأنه يكسب منه ماديا. فسنة الحياة منذ البدء، يعني من أول ما كانوا الكهنة بيحموا الملوك حتى أظل كل الخير في إيد الكهنة والملوك ويتقسموه ومش مهم الناس، حتى لما بقى الإعلام في إيد الحكومة والحكومة مع الإعلام ورجال الإعلام جميعا، سواء كانوا رجال الإعلام صحفي او اعلام ديني الى اخره، كلهم دول بيقوموا على السلطه حتى يظل الثروات محصوره فيهم، ويمنع الكاتب المفكر الحالم بالتغيير. الكاتب الحر يعني هو مش ضد، هو بيحلم في انه يغير، ان هو بيحس بالتناقض بينه وبين المجتمع، بيحس بالتناقض بينه وبين من يمثل من الناس ومن طبقات ومن فكر ومن ثقافه، والرغبه في الاحسن، الحلم بالتغيير، انه يطلع القمر، انه يفتت الذره، انه يغوص في البحر، انه يتحرر من قيود الزمان والمكان. دي قضيه الانسان من الاول، كل مره في كل عصر بيعبر عنها بطريقه او باخرى، لكن يظل حلم الفكر وحلم الادب طول عمره، طموح الى الخروج عن المالوف، ويظل مجموعه ترتبط بالسلطه باستمرار، السلطه تريد الابقاء على ما هو مالوف لانه الابقاء على السلطه. نعم. فعشان كده بيحارب هؤلاء الادباء زي ما قولي بالادب الشعبي نفسه، لانه بيحمل حلم الناس. أيضا بعض الكتاب من الذين يرفضون أن يكونوا من كتاب أنا تحت أمرك يأخذون التراث كستار لتقديم ما يريدون، ومن هذا المنطلق مثلا يمكن تمنع بعض الكتب. الحقيقة هو مش بياخدوا التراث الشعبي كستار، هو اللي بيحصل أنه بيفهم النص الشعبي كويس جدا، وبيعرف القضية اللي كان بيدافع عنها هذا النص، وبيعمل لها إسقاط معاصر. ومحدش بيشتغل في الفن الشعبي مخلص يعني اللي بيحاول يقدم حاجة، إلا هو بيأخذ من هذا النص الثراء اللي فيه. نعم. الشخصية التي أراد الكاتب الأصلي أن يبرزها وماذا تقول، هو بيحط عليها هموم عصره، وربما يكون الكاتب الأصلي عمل إسقاط على مجتمعه آنذاك، مجتمعه ومن نص أقدم منه. نعم. ويظل هذا التراكم نسميه احنا في العلم تراكم فولكلوري، انه كل ما بيمشي زي كرة التلج. نعم. كل ما بيمشي التراث الشعبي كل ما بيكبر وتضخم ويحمل امال واحلام ورؤى اكثر جدة واكثر فهما. هنا النص الشعبي لما بيتقدم يكون الكاتب جيد، طبعا بيعمل عليه الاسقاط السياسي ده وبيخبيه بقدر الامكان، لكن هي دي الرؤية. العيب هنا مش عيب الكاتب الشعبي، العيب بالسلطة اللي منعها ان يتكلم بصراحة. نعم. فبيلجأ للتقية باستمرار. وده شفناه في أعمال ناس كتير، يعني معظم اللي لجأوا للتراث الشعبي السابقين في الفترة اللي فاتت دي من أول عصر النهضة للنهاردة كانوا بيستخبوا. نعم. وراء المضمون وبشكل الشعبي عشان يقول مضمون المعاصر اللي هو عايزه. نعم. إلى أي حد أثرت هذه العملية كتابنا العربي، وإلى أي حد أثرت هذه الحرب بين مثقفي السلطة وبين المثقفين الذين يحتالون على هذه الحرية المسلوبة من أجل أن يقدموا ما يريدون؟ والله منذ البدء وهذه المعركة قائمة، منذ كتب ابن المقفع كليلة ودمنة، صحيح، ومنذ أعدم ابن المقفع بطريقة قاسية جدا وعنيفة جدا على يد وزراء الحكومة العباسية. نعم. وهذه القضية تتكرر منذ جلد بشار، منذ أعدم السهروردي وأعدم الحلاج، على طول الخط، والقضية لا تنتهي. إذا قلنا الرأي المخالف فالكاتب يحمل رأسه على كفه، وحتى في الرأي العلمي محكوم أيضا بأن يلتزم بالرأي الرسمي. فالقضية متجددة، ودي قضية الحضارة في العالم كله مش عندنا. يعني لم تبنى الحضارة إلا على أيدي هؤلاء المتمردين اللي حلمهم وقدموا حلمهم لينا. نعم. ونحن استفدنا من أحلامهم، آملين أن نترك ما يفيد الأجيال القادمة، بنحاول نشارك إحنا الآخرين ونقدم حلم. لاحظي إن إحنا من أوائل الناس اللي حلموا مثلا بعدم التفرقة العنصرية. نعم. قضية اللون، عنترة من قبل أن يكتب عن أي عمل في الأدب العالمي عن قضية اللون وعن العبيد، طلعت عنترة بن شداد ملحمة
وسيرة شعبية خطيرة جدا تتحدث عن مساواة بين الناس، وأن يكون التفاضل بالعمل وبالجهد وليس باللون ولا بالأصول. وأتى الدين الإسلامي دعم هذه الأفكار. أدي ده، وده المفروض أن زمانها الفني ما قبل الإسلام. نعم. قضية المرأة قبل أن تكتب أي واحدة أو أي واحد عن حرية المرأة، كانت بتطلع عصيرة ذات الهمة اللي كتبت عن العصر صدر الإسلام لتثبت حق المرأة، لا في أنها حقوقها العادية، لا في القيادة والسياسة والتعبد والتعليم والتخطيط والحرب. فإذا العمل الشعبي حلم بقضايا إنسانية كبيرة جدا وحاول يعبر عنها. لو أتاك الأصفهاني ابن عبد ربه وسألك قائلا، منذ القدم ونحن نتداول الكتب وزخرت الكتب العربية بالترجمات وبالتدوين لكل الفنون في ذلك العصر بين البصرة ومصر وشبه الجزيرة العربية، فما حالكم اليوم؟ كيف سيكون جوابك؟ جوابي إن احنا نسير على نفس النهج، وأهم أكثر منهم حظا، لأن بقى عندنا وسيلة الالتقاء مش بس الكتاب، ده بقى الكتاب والجريدة والراديو والتلفزيون والسينما والمسرح. أكثر من كده إن عقبة اللغة انتهت، نحن نتكلم بلغة واحدة ونفكر بطريقة واحدة، وبعدين إن العصبيات القديمة لم تعد تحكمنا، لم يتحكم فينا من هو قرشي ومن هو عبسي، ولم يكن يحكمنا الآن من هو كردي ومن هو من عرقية أخرى، إنما إحنا بيحكمنا الآن معنى الوطن. نعم. ومعنى أخطر من الوطن، معنى القومية. نعم. المرتبطة بحرية أوطاننا. نستطيع أن نجعل من هذه القومية شيء يمكن أن نقف إلى جواره ويقدم الإنسانية جديد. فنحن أحسن حالا منك يا سيدي أصفهان. على العموم أظن هو سيسألك عن حال الكتاب، يعني إذا لاحظت من كلامي أنه يسأل عن حال الكتاب وإلى أي حال وصل كتابنا العربي في هذا العصر، وخاصة أنه الكتاب أصبح أخطر مادة يمكن تداولها بين الأوطان. يعني إحنا أحلامنا لا تنتهي. كتابنا العربي طبعا هو فيه أزمة بين المؤلفين وبين الناشرين، هذه ملخص الأزمة. أما الكتاب العربي فبيطلع، ومجموع الإصدارات العربية الآن بتزداد من سنة لسنة، والكتاب يزداد تحسنا في الإخراج وتحسنا في الطباعة وتحسنا في الورق وتحسنا في المادة، لأن اللي بيكتبوا تلامذة اللي فاتوا والتلميذ زي ما علمونا أساتذتنا بيساوي الأستاذ زائد الزمن، فإحنا في تقدم علمي وفني وفكري مستمر. لكن الإشكال كله إن في عقبات، الكاتب غير راضي عن الناشر، لأن الناشر يعتبر إن الناشر يعني بيجعل حقه غير مهضوم غير واضح، والناشر بيرى ان الكاتب ياخذ اكثر من حقه. نعم. ان هو لا يستفيد. طبعا القضيه دي من لازم تتحل، ودي مش قضيه في منطقه عربيه واحده، في كل العالم العربي اين يقع الكاتب واين يقع الناشر. الناشر متصور انه بيبذل مجهود خطير جدا وصاحب فضل كبير جدا على الكاتب المقابل المقدمه، بينما الكاتب يرى انه عرقه وجهده ما مش كافل له الحياه. لكن الناشر تاجر في كثير من هو الأحيان. هو أصلا تاجر. هو المفروض الحل البسيط أن يتحول الناشرون عندنا إلى نوع من الوكالة عن الكتاب، أن يكون هو وكيل الكاتب في تقديم عمله. مبقاش الناشر مجرد كتبي بيطلع كتاب، لا، الناشر مسؤول عن مجموعة مفكرين بيقدم شغله. لكن في كثير من الأحيان يتدخل الناشر في الموضوع وفي الغلاف وفي عنوان الكتاب الجذاب بالخاضع على شروط العرض والطلب. لو أنت سمعتين أنا بقول إيه، كان انتفى هذا، أن يكون وكيلا عن الكاتب، يعني فاهم الكاتب بتاعه كويس قوي وبيقدمه كما يجب أن يقدم، مش كما يريد السوق أن يقدم. يريد السوق أن يقدم، هنا تحول الكلمة اللي قلتها وتزعل الناشرين مني قوي، وهي أنه تحول إلى كتبي. رجل يبيع كتاب بأي ثمن بأي ساعة، يغير في الغلاف، ينشر صور عيانة عليه، يغير في بعض عباراته في الداخل، يغير العنوان، وممكن كمان ينسى الكاتب نفسه كمان وينسبه لأي حد. ده معناها أنه بيبيع ورق، ما يسميش نفسه ناشر. ناشر في جميع أنحاء العالم هو الرجل الذي يهتم بمجموع كتاب أن يقدمهم بصورة مستمرة وبأحسن إنتاجهم، وأن يساعد باسم الله أن يبقى إنتاجهم عند القارئ مستمر، كل ما يخلص الكتاب يعيد طبعه تاني، وأن يكون مسؤولا عن أن يصون للكاتب ما يتيح له الإبداع وتقديم أعمال جديدة أخرى تساعده هو على استمرار عملية النشر. نعم. المعنى ده لو تفاهم عند الناشرين تحلت القضية. أما أن الناشر يتصور أنه هو الكتاب دول لا حقوق لهم
وان شغلتهم يقدموا له شغل وانه كتر خيره قوي انه طبع هذا الشغل، وهو كمان حر في انه يقدمه بطريقه اللي تعجبه كانه اشتغل كاتب وفكره. هذه قضيه خطيره جدا، وهي مش موجوده عند النشر بس، دي موجوده في المسرح الان، موجوده في السينما الان، موجوده في الاعداد للراديو والتلفزيون. ان المعد الجديد متصور ان هو ملك الكاتب الاصلي، ما بيقدموش، بيقدم ما يغري، ما يحقق له النجاح، ونسي ان ده فكر ما يجذب الجمهور. انما ده فكر، ده عناء، دي قضيه، ده اللي احنا بنقوله ان بنشوف الغد ده حلم. مش من حقك ان تدخل في حلم الاخر، احلم انت، قرر على الحلم، احلم انت، لكن سيب الكاتب يكتب وانت تولى عمليه النشر بس. طب بصفتك رئيس لاتحاد كتاب مصر، كيف ترى حركه التاليف في مصر؟ هل كانت مثل ما كانت في عصور ازدهارها؟ وكيف هي حركه النشر ايضا؟ من ناحيه الكم هي اعلى، من ناحيه الكيف لا، لان الكيف ده معناها الاختيار ودقه الاختيار في الاعمال المقدمه. معظم عمليات النشر في ايدينا في جهات حكوميه يتولاها موظفين، الموظف لا يحكم اطلاقا على قدره النص. نعم. لان هو بيحكم عليها بالوسائط، بالضغوط، بالمعرفه الشخصيه، بالفائده الشخصيه اللي هتعود عليه. لكن الناقد هو اللي يقول هذا النص يصلح ولا ما يصلحش، الناقد الحقيقي. نعم. لازم يترك امر اختيار النصوص المطبوعه للنقاد، لمجموعه من النقاد، لجنه قراءه من كبار المتخصصين في الفرع. هي اللي تقول والله هذا الكتاب اضافه لي ندخله، او هذا الكتاب لا يحمل اي اضافه فنأجله. وهذا الكتاب لمبتدئ لم تكتمل ادواته يستنى شويه ان تنضج ادواته. نعم. انما الناشر الحكومي اللي هو موظف معين على درجه وظيفيه معينه وليس له هذا المؤهل كناقد كيف يحكم؟ معناته الناشر غير كتير. مؤهل ان يكون وكيلا للكاتب. الناشر بهذا الشكل غير مؤهل. وكل دور النشر الكبيره في العالم كله بتعمل بورد. بتعمل مجموعه من الناس هم اللي يحكموا لها على العمل ده اه ولا لا. نعم. من المتخصصين ده الناشر اللي هو فاهم شغله يعني. هو ده اللي يقول له اه او لا، ده يستنى ده ما يستناش. انما احنا سايبين كل واحد كده واجتهاداته الشخصيه. طبعا هتظل المساله كده ملهاش اي فايده ولا اي جدوى من شيء الا ان يعود كل شيء لحقه. الناشر يبقى ناشر وبس، ما هوش حكم، ما هوش ناقد، ما هوش امبراطور على الكتاب، مش هو المتحكم في وجودهم. والكتاب يستنوا كتاب بس يجيدوا كتابتهم ويبطلوا الوسائل الاخرى اللي بتحاول توصلهم دون حقيه. والكاتب اذا كان كاتب حقيقي بيعرف حجمه قد ايه، يلتزم بهذا الحجم. نعم. بصفتك مرة أخرى رئيس اتحاد كتاب مصر، نريد أن نسأل عن حالة اتحاد كتاب مصر في هذه الأيام وفي هذه المرحلة بالذات. وطبعا يعني من خلال متابعتنا لنشاط اتحاد الكتاب في مصر، يعني الأستاذ ثروت أباظة رئيس اتحاد الكتاب السابق جعل الاتحاد خالي الوفاض من التمويل، كيف؟ مش عارف. أنا عفوا أنا يعني تحرك شوية من قضيتك، قلت هذا الكلام لأن هذا الكلام لم يثبت إطلاقا. صارت أباظة واحد من الذين بنوا الاتحاد. وإذا كنا احنا هنهدم نبدأ بهدم الآخرين احنا مش هنبني حاجة. أنا بحترم صارت أباظة، بحترم جهده اللي بذله في أن يكون الاتحاد اعترضي عليه ككاتب كما تشاءين، اقبليه كمفكر كما تشاءين، لكن الرجل بذل مجهودا طويلا على مدى أعوام طويلة كرس حياته ووجوده من أجل هذا الاتحاد. نعم. ينبغي أن يذكر له هذا. نعم. انه غضب من الاتحاد وخد منه اجراء، دي مساله مؤقته تزول، لكن هو لم يكن يقصد هدم الاتحاد. نعم. الاخرين فهموا غلط وتصوروا ان هو بيطلب منهم ان يمنعوا اموال الاتحاد عنه بحجه ان هذه الاموال لا تخصم الا من اعضاء الاتحاد نفسهم ومش من كل كتاب. صححنا الوضع. نعم. وخدنا معركه طويله سنه ونص مع هذه الجهات، ولجانا لمستشارين قانونيين والى الكلام، وكتبوا الكتاب كبار الكتاب نجيب محفوظ لطفي الخولي وكثير جدا من الكتاب حوالين هذا الموضوع، واتصلنا ببتوع الاذاعه اتصالات مباشره، علمناهم دور، فكرناهم بدور الاذاعه كان ايه من اول ما انشئت، ان هي الموئل الوحيد للكتاب. نعم. وانا كراجل اشتغلت في الاذاعه كنت بعرف ان دور اساسي لينا وخاصه في البرامج الثقافيه. نعم. ان جزء من عملنا كان اعاله الكتاب غير القادرين على العيش باي شكل من الاشكال، ونحن بناخد اعمالهم باي شكل من الاشكال، ده جزء من واجبنا. نعم. ضروره وهامه جدا ان احنا نقف جنب الكاتب، لان هو الاذاعه كلمه، لما افقد صاحب الكلمه انتهت الاذاعه. صحيح. ففعلا نجحنا، وقبل ما اجي الكويت باذن الله بيوم جالي جواب الاذاعه الرسمي وجالي شيكات الاذاعه المتاخره. نعم. والوضع اتحسن ونخرج سلطه باظه بقى من اللعبه. نعم. لكن خلاص لم يعد يمد سلطته على الاخرين. لا 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 لا, لا 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 خلاص، الوقت الاتحاد ملك اعضائه. نعم. وعليهم ان هم يصونوه ويجتهدوا شويه في انه يزودوا موارده، وانه مصروف الموارد دي
للأوضاع السليمة لحق الكاتب والكتاب وللتفاهم مع الناشر والتفاهم مع جهات النشر كلها كإذاعة وتلفزيون وجرائد، في أن يكون للكاتب مكانه، وأن نعلم كمان الكاتب أنه يكون ليه صاحب موقف. لكن طبعا نحن بنحترم ألمه. بس نسأل سؤال، أما زال هناك نسبة مقطوعة من الأجور؟ هو مش نسبة مقطوعة من الأجور، هو اللي حصل أن كان فيه ضريبة 20% على كل عمل يقدم للإذاعة والتلفزيون، نعم، وضريبة في المية هي 20% برضه على كل كتاب بيصدر. صدر قانون بوقف هذا، أن يعفى العمل المكتوب من كل الضرائب الحكومية، نعم، على أن تفرض على العمل المكتوب المذاع أو المنشور نسبة 2% فقط، ولا تذهب للخزنة الحكومة إنما تذهب لاتحاد الكتاب، وترفع الحكومة يدها عن تمويل اتحاد الكتاب، ويصبح اتحاد الكتاب يمول من عمل وجهد الكتاب نفسهم. وده طبعا بيكفل اتحاد الكتاب نوع من أهم الأشياء الواجبة في الاتحادات، أن يكون له الاستقلالية وأن لا يخضع في تمويله لجهة حكومية قد تمنع وقد لا تمنع. كيف ترى موضوع اختيار العواصم الثقافية؟ طبعا الكويت سوف تكون عاصمة ثقافية للوطن العربي عام 2001 إن شاء الله، والمفروض أن تنتقل هذه العاصمة من مكان إلى مكان، لأن ثقافة متحركة كل من يشارك فيها وكل وطن من الأوطان العربية وكل بلد من البلاد العربية مسؤول مسؤولية كاملة على أن يحمل هذا العبء وأن يقدم له ما يجمعه، ما يوحده، ما ينشره، ما يجعل المنتوج الثقافي عند أي قطر من الأقطار هو ملك لباقي الأقطار، وأن يكون منتوج أي قطر آخر هو ملك لأبناء قطره. فهذا التنقل بين الحواضر الثقافية من مكان إلى مكان بيعطي هذه المعاني. طيب السؤال الآن، هل يمكن أن نفكر بوحدة استراتيجية ثقافية موحدة من الآن فصاعدا؟ لابد لابد، بس يظل الوحدة الاستراتيجية هي وحدة تصدير الكتاب وتلقي الكتاب وإتاحة الفرصة للآخرين، لكن مش فرض ثقافة على أحد ولا فرض الفكرة على أحد ولا طلب أن يكون هناك تخطيط للكتابة في الشيء الفلاني. هذا هو الخطأ، لأن معنى كده أن أصبح مجموعة من الوزراء هيفكروا بدل العالم العربي كله، مش ممكن. اللي بيفكر هو المفكر. مجموعة الوزراء اللي هيلتقوا في هذه اللقاءات واللي هيحددوا العواصم هم وسيلة لأن يصبح ما يكتبه الإنسان العربي في كل مكان ملك للإنسان العربي في كل مكان. متى ستبدأ هذه الاستراتيجية؟ الله أعلم. الله أعلم. حضرتك كنت بدأت بالحديث عن التبعية من الثقافة العربية إلى المؤثرات الغربية، الخوف عليها من المؤثرات الغربية، وخاصة في عهد طغيان التلفزيون والإنترنت والقنوات الفضائية والأقمار الصناعية. يعني ما كناش هنحط في استراتيجيتنا وفي عواصمنا الثقافية خطة للوقوف أمام هذا التيار بأعمال أكثر جدية، نعم، وأكثر جذبة للمستمع والمشاهد وأكثر عطاء له وأكثر رفضا له بمعناه وبقومه وبتاريخه وبحضارته، بمعنى تثبيت خصوصيته في مواجهة محاولة العولمة وإضاعة خصوصيته. يبقى احنا فقدنا كثير، يبقى احنا بنتكلم كلام لن يؤدي إلى شيء. يعني المفروض كل هذه الاستراتيجيات تتجه إلى إبراز خصوصيتنا الثقافية العربية والارتباط بها والبدء منها في الكتابة والبدء منها في التلقي. يعني حضرتك عم تتحدث عن استراتيجية إعلامية، وأغلب البرامج والثقافية وأغلب البرامج حتى الثقافية والمسلسلات الأجنبية والأفلام هي غربية. ما اختلفناش، لكن فين الاستراتيجية؟ وتبث على قنواتنا. فين الاستراتيجية؟ أنا عم إذا ما فيش، إذا ما فيش عشان تتخلق هذه الاستراتيجية يبقى لها هدف. إيه الهدف هيكون؟ مجرد إحنا نقول بنعمل استراتيجية عظيم. تريد ماذا تريد منها؟ أريد أن أثبت خصوصية الفكرة العربية والوجدان العربي والثقافة العربية والقيم العربية في نفوس العرب بس. نعم. عن طريق نشاط ثقافي واستراتيجي إعلامي في كيفية بث هذه الثقافة وجعل الإبداع مواكبا لحركة الإنسان ومعبرا عنه بحيث دائما يراه ودائما يتجه إليه، ولا أمنع الإبداع الجيد تحت أي حجة، لا رقابة ولا خلافه، ولا أفرض على الكاتب ما يكتب، ولا أفرض على المستمع ما يتلقى. وبالنسبة للإعلام، فالإعلام العربي في أغلب الأحيان يعني إعلام موجه، خاصة إذا كان تابع إلى وزارة حكومية. حضرتك قلت اللي فيها، أمال الاستراتيجية هتعمل إيه؟ إنها تخلق نوع من الفهم أو الحد الأدنى المشترك في فهم رسالة وسيلة الإعلام تجاه المواطن العربي العام. يبقى في نوع من الفهم، الحد الأدنى من اللقاء.
وبعدين يختلفوا بعد كده زي ما عايزين، لكن في شيء معين يقدم للإنسان العربي في كل مكان موحد ومفهوم ومرتبط برسالته في إبراز الخصوصية العربية والهوية العربية الكاملة والمعنى العربي الكامل. أما خلافاتكم بعد كده فاعملوها زي ما أنتم عايزين، لكن يبقى في حد أدنى من التفاهم. صناع السينما عندهم قاعدة بتقول الإغراق في المحلية هي أقصر الطرق للوصول إلى صناع العالمية. السينما حضرتك لما تراجع جائزة نوبل في الأعوام السابقة كلها هتلاقي اللي خدوا جائزة نوبل في كل مرة ناس من الكتاب الذين أبدعوا أعمالا روائية أو مسرحية ترتبط بجذورهم الشعبية وخصوصياتهم البيئية المحلية القومية. احنا بس مش فاهمين كده، فاهمين العولمة ان انا ادخل ابقى اديب عالمي معناها ان اترجم شغلي للخارج، لا ده معنى ان انا ابقى اديب عالمي ان انا انفذ الى ضمير الانسان، لان هنا ستلتقي ضمائر البشر كلها، وده اساس ادب شعب زي ما انت شايف. صحيح ان طبعا. الانسان كلما عبر عن نفسه التعبير الحقيقي كلما اقترب من الاخر وكلما زالت الفروق بينهما، لان الاصل في التعبير والحركه الشعبيه واحد، الانسان في كل مكان يتاثر بنفس الظروف ويعبر بنفس الطريقه. يجي عليه الوقت تختلف فيه اللغة وتختلف فيه البيئة وتختلف فيه الجغرافيا والأحداث يفترقوا ويبتعدوا عن بعض، ارجعي للتعبير الأصلي التقوا تاني من أول وجديد. دكتور جورج طرابيشي في إحدى اللقاءات في نفس هذا البرنامج ذكر من نام على أمجاده نامت أمجاده عليه، طبعا معناته أنه العودة إلى الأمجاد ليست دائما مجرد بكاء على الأطلال، وإنما والله هي احنا مش عايزين أسلوب. أمجاد، من جيت أنا أزود عليه بقى، من عاد من نام عن أصوله، نعم، عن عمقه، عن تاريخه، عن نبض قلبه طوال التاريخ نام عنه هذا النبض. من المشاريع المطروحة والتوصيات الأخيرة في اجتماع وزراء الثقافة العرب الذي عقد مؤخرا في الشارقة، كان من أحد هذه التوصيات هو الصندوق العربي لدعم الثقافة والمثقفين. ف يعني يقولون بأن السعودية طرحت 10 ملايين لهذا الصندوق، كيف ترى هذا الدعم؟ وهل الكاتب أو المثقف المعارض سيجد له حصة فيه؟ من الأصل الدعم يكون دعم مادي، يكون في الأشياء المادية، يعني طباعة أحسن، مطابع أحدث، وسائل نقل الكتب أعظم، سرعة في وصول الكتاب للناس، وسائل تخفيف عبء ثمن الكتاب، ثمن الورق، ثمن الأحبار المستعملة، ثمن الخامة الموجودة بالنسبة للثقافات المنابع الثقافية الأخرى. وبس يبقى ده الصندوق يدعم هذا. أما الفكر نفسه فنفس الخط زي ما قلنا من الأول، لا ارفعوا أيديكم عن الكتاب نهائي، فلوس هات له بدلة لكن ما جبلوش كتاب يقرأ، هو هيقرأ اللي يعجبه. هات له طابع جيد ويطلع كتابه بطريقة جيدة، لكن ما تفرضش عليه يكتب ايه في هذا الكلام قصاد انك انت جايب له طابع جيد، لا. الخوف ان يفهم هذا الكلام خطأ وان يتحول هذا الى نوع من الضغط على الفكر العربي وعلى الكتاب العرب. والمقصود زي ما قلت لحضرتك، اذا كانوا دافعين هذا المبلغ كله للدعم فليتجه الدعم الى تيسير الكتاب بارخص سعر، وتيسير الكتاب باحسن صوره، وتيسير الماده الثقافيه والقدره على وصولها للمتلقي باسهل واسرع وسيله. اما محتوى يترك للكاتب، ويعود الكاتب هو ملك الكلمه في كل المنطقه العربيه كما كان طوال حياه الثقافه العربيه. نعم، لويس كانتشوري في أحد اللقاءات الصحفية قال إن العولمة تعني للغرب سيادة السوق، للغرب وأمريكا طبعا، وبالنسبة للعالم الثالث فهي مضمون يشمل الهوية الثقافية، إنه في الغرب سيادة للسوق، تقني، تطور، أما بالنسبة لدول العالم الثالث فيعتقدون بأنهم سينجرفون وستمحى ثقافتهم ويشعرون بالخوف من هجوم العولمة. رأيك سيدتي؟ احنا بنتكلم في الادب الشعبي، والادب الشعبي يعني الخصوصيه، يعني تشبث بالهويه الذاتيه، يعني اتشبث بكل جدي ازاي اكل زيه او تطويرا له، لبس جدي ازاي البس زيه وتطويرا له، فكر جدي ازاي افكر زيه وتطويرا لها، انا نابع من جدي. العولمه معناها ان اقف تماما عاريا، يفعل بها الوافد الجديد ما يشاء، يفكر لي افكر ازاي، يقدم لي بالاعلانات البس ايه، يقدم لي بالاسلوب المقدم الدرامي حتى اكل ازاي واكل ايه، ويالي هذا هجمه من رؤوس الاموال توسل هذا كله ليا، فتغير نظرتي الى الاستثمار، غير نظرتي الى الحياه، غير نظرتي الى اللبس، غير نظرتي الى
ما ورثته عن أجدادي. يعني أنا أظن أنه هذه النظرة التي تتحدث بها متأخرة قليلا، لأنه حضرتك لابس جرافة وطقم وأنا لابسة بنطلون وقصة شعري على طريقة الغرب، هل يمكن أن نعود لنرتدي؟ هناك فرق، العولمة لم تكن في هذا الغرب اللي احنا بنتكلم فيه. هذا الغرب كان بيقدم لك ثقافة، كان بيقدم لك لبس، نعم، وكان بيقدم لك حضارة تتطور تدريجيا، هذا وانت معني ذوقك دخل في هذا اللبس وريشتك دخلت فيها واحساسك بيها كان جزء كبير جدا من اختيارك لها واختيارك للاحسن. اذا كان الثوب اللي انت لبستيه غير صالح، انت بتغيريه للاصلح للعمل، الاصلح للوجود الحياتي. وهذا ليس معناها انه انحياز، مش معنى ان لبست بدله ان انا لويت لساني، لا، انها معناها ان انا اخذت بالاسلوب الاحسن للحياه. وهو كل العالم كله بيتجه للاسلوب الاحسن، انا شاركت في جزء منه وخد مني لبسي زمان، نعم، وخد مني اكلي زمان، وخد مني حاجات كتير جدا استعملها زمان، حتى اسماء الادوات واسماء الاشياء، حتى العلوم. كل موجه حضاريه بتفرض نفسها، لكن دي مش عولمه، ده ذات ثقافي وتبادل ثقافي ومزج ثقافي بين الشعوب بعضها وبعض. اما ان يقتصر العالم كله على التلفزيون والانترنت ويقدم المعلومه التي يريد وان يقدم الماده التي يريد، فده امريكا. انا هتكلم عدل بقى، نعم، ليست حضاره غربيه موروثه من ايام شكسبير ولا من ايام الياذا والانسه، ولكن دي عصر جديد، ده شعب جديد طالع بقاله 200 نعم سنه بيقدم حضارته اللي ملهاش هذه الجذور، واللي هو بيحاول يخلق لها جذور من واقعه ومن ارتباطه بالثقافه الغربيه، ويفرض هذا على هذا الفرد كله في اطاره بنسميه احنا عولمه، يعني لانه هيمنه اقتصاديه جنب الهيمنه الثقافيه. يعني تقصد حضرتك انه الحل في مزاحمه هجوم المعلومات الغربي بمعلومات عربيه تطرح النفس بصوره صحيحه؟ الحل مش كده، الحل بتثبيت من اول مدرسه الابتدائي والبيت، تثبيت الخصوصيه الثقافيه لي، اخد اي ثقافه تيجي زي ما حصل قبل كده مش هخاف منها وغربلها، واخد هاخد منها، امال هتحضر ازاي؟ نعم، لازم اخد الصالح واديه. انا مش مع، انا مش بقول لك ما ناخدش، لكن ما نستسلمش، وعندي الخصوصيه اللي بتنقي لي كل حاجه وبناخدها من خلالها، وعندي الفهم لمعنى وجودي القومي جنب وجودي العالمي، انا اثنين، انا من قوم وانا جزء من عالم، فلازم اتشدد بوجودي القومي وفي نفس الوقت ارتبط بوجودي العالمي اللي انا جزء منه، نعم، واديله اشارك فيه. بما انه حضرتك يعني رئيس اتحاد كتاب مصر، وطبعا مصر دائما لها دور كبير ليس فقط في حياتنا الثقافية من خلال الإفرازات الثقافية اللي بتصدر عن كتابها ومفكريها، وإنما أيضا في الحياة السياسية العربية ككل، دائما مصر تكون لها الريادة في هذا المجال. ممكن نسأل بالنسبة للحرب المستمرة بين العرب وبين إسرائيل، ممكن نسأل لماذا تتوالى علينا النكسات والهزائم، بما أنه قضيتنا قضية حق ومخزوننا الثقافي مخزون عظيم وتراثنا الشعبي تراث يحمل الكثير من الفكر، لماذا لا نستطيع أن نواجه هذه الحرب بأسلوب حضاري ونحقق فيه بعض الإنجاز؟ والله هو سؤال محير، يعني ما نقدرش، إذا كلمنا هنزعل كل الناس مننا، لو كلمنا هنزعل جدودنا مننا، مش أبائنا بس، وجدودنا كمان مننا. اللي حاصل ان احنا اغرقنا في المتعه في الحياه، وهم اغرقوا في الاشتغال بصنع الحياه، ده اسلوب حياه، يعني نوع من الكالتشر. ناس كانوا في قاع التاريخ وممنوع دخولهم الى الاماكن العامه، ممنوع دخول اليهود والكلاب في مطاعم نص امريكا وفي كل مكان في العالم كان هذا الموقف. ولما بتيجي اي حرب، في الثوره الفرنسيه اتذبحوا، في العهد النازي اتذبحوا، في اول بوتشيفيه اتذبحوا، استمرار اسرائيل نفسها كرست هذا المفهوم. أي معلش بس كان وليه؟ طيب ليه الموقف العدائي ده جاي من العالم ليه؟ لانه شعب دؤوب جدا في اثبات تفوقهم الشخصي الذاتي، فبيدمروا اي بلد عايشين فيها ويؤدي الى كراهيه تؤدي الى تدميرهم في الاخر، وده اللي هيحصل، هيعيد التاريخ نفسه لا شك. الاشكال ان هم ما بيتعلموش ابدا هذا الدرس، واحنا ما بنتعلمش. المفروض ان احنا نقاوم هؤلاء الناس بمزيد من العلم. يعني احنا ابتدينا نتكلم عن السلام كويس، وبتدينا نتكلم عن المفاوضات من اول كامب ديفيد، من كامب ديفيد النهارده كانت اسرائيل تملك القنبله الذريه وبكميه كبيره جدا، واحنا لا نملك شيء. طب ليه؟ ليه هم اتجهوا ما صدقوناش وما صدقوش نفسهم واتجهوا الى يعني استحواذ على القوى النوويه، واحنا لا صدقناهم؟ لانهم كانوا شاطرين دائما في شاطرين اداره رؤوس اموالهم. يعني لا لا،
ما احنا عندنا رؤساء أموال في أكتر منهم، العالم، عندنا رؤساء أموال أكتر منهم. لا مصادر أنا المال رؤساء في أموال، أمريكا كل لا اللي بيمتلكوها مصادرنا يهود. احنا أكتر منهم لا شك. إيه إسرائيل اللي قد كده دي وكذا مهاجر فيها عنده كم قرشين بره؟ لا احنا مصادرنا التمويل عندنا أكتر، ده غير صحيح، مالنا أكتر. لا لكن أغلب البنوك في أمريكا مالناش وأغلب دعوة بالبنوك، أنا الشركات بقول لك المال العربية. فين؟ معانا، والبنوك بتشتغل بفلوسنا، كل الكلام اللي بتتكلمي ده بفلوسنا. فأنا أستطيع، معناته الغلط مننا. لا الغلط، ما انا هقول لك هنزعل الناس كلها. احنا المفروض ان نؤثر زي ما هم شعب دؤوب على الحصول على حقه والحصول على القوه، لازم نبقى شعب دؤوب ايضا الحصول على حقه وبالقوه. يبقى اذن عدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. من الاول الفكره بتاعتنا اسلاميه، هم اللي خدوها واحنا نمنع عنها خالص. لا يمكن ان تواجه عدو بانك تديله خدك ده وخدك ده، انها بتواجه عدوك بالاستعداد له باستمرار. هو مسالم لكن انت قوي وانت مسالم، هو قل ادبه انت تستطيع تردعه، لكن انت مسالم معاه وهو بيستعد بالقوه وانت ويقل ادبه ما بتقدرش تردعه، ونتحول الى ناس بنقبل الايادي من اجل السلام. لا ده احنا كان لازم نطلب السلام من منطلق القوه، ونظل في البحث عن السلام او الحضاره اللي بتقوليه والثقافه اللي بتقوليه والشيء المتقدم جدا اللي انت بتقوليه. ايوه بس هم كمان يبقوا كده، ما يتحولوش هم الى وحوش واحنا ناس متربيين قوي. ما ينفعش مجرد ان نمتلك سلاح نووي انت لا تمتلكيه، ده معناها انه تحول الى وحش وانك انت الى فريسه. كان المفروض تبقى على مستوى القوى الواحد او يشيل سلاحه ده، ونتكلم على مستوى قوى واحد، يبقى انا اتكلمه حضاريا وثقافيا وبالسلام وبالادب وكل حاجه. لكن احنا كده احنا خدنا الخط وصدقناه، هم ما صدقوش ونفذوا بكلامهم، فاختل ميزان القوى النهارده واصبحنا مش بنصوت في السلام، احنا بنصوت على كيلومتر ارض. صح. معقول الكلام ده؟ لا شك بان كل مفكر وكل مسؤول او اديب يذهب الى مؤتمر في مهرجان ثقافي يكون لديه بعض الافكار الخاصه التي يريد ان يطرحها. ما هي الافكار التي؟ الافكار كثيره جدا، خصوصا مهرجان القرين الجزء اللي فاضل منه دلوقتي بيتكلم على الصوت. الصوت اللي هو نوع من الغناء الشعبي. نعم. تختص به المنطقه الخليجيه كلها وبالذات الكويت. فالموضوع ده يهمني انا كدرس ادب شعبي وكدرس فنون شعبيه، ويهمني ان اعرف الابحاث الاكاديميه والعلميه اللي طرحوها الاساتذه المتخصصين اكثر مني طبعا في الماده الموسيقيه الشعبيه، واعرف ما الى اين وصل حوارهم والى ما الى اي حد اضافوا الى معلوماتنا عن هذا الفن الشعبي الجديد. على العموم نتمنى لك أهلا بيك بالمؤتمر أن تتعرف على فن الصوت وتتعرف على فنونه، وخاصة أنه في الكويت هناك طبعا متجذر من أيام عبد الله الفرج وحتى الآن، وفي الخليج إجمالا فن الصوت مزدهر وأصوات جميلة ورائعة. جميل جميل. وآملين دائما طبعا لحضرتك في منصبك أن تكون لك يد فاعلة في إعادة ازدهار الكتاب العربي وانتقاء المؤلفين من أجل النهوض من جديد. الله الموفق إن شاء الله يا رب. أنا شاكرة للأستاذ فاروق خورشيد رئيس اتحاد الكتاب في مصر، ونتمنى لك طيب الإقامة في الكويت. يا أهلا بك يا فندم. إلى اللقاء.